حاب أشارك معاك أكبر خطأ الناس بتعمله لما تدخل في ريادة الأعمال والبزنس، أو حتى لما الناس تسعى وراء الرسالة تاعتها، أو لما الشخص يسعى أنه يحقق هدف عنده إياه. بالنهاية لما تفهم هذا الخطأ وتعرف كيف تتعداه، راح تشوف ثورة صارت بالأداء تاعك وبالفلو تاعك وبالإنسيابية تاعتك وبالقدرتك على الإنجاز وعلى التحقيق بيسر وبراحة. وخليني أحكي لك سر. في ناس عندهم بيزنس 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، أو من جيل لجيل، ومش واعيين على الإشي اللي راح أحكي لك إياه. لذلك بدي تسمعني بعمق شديد، اسمعني مش بس من إذنك، اسمعني من قلبك. وهذا السر إنه الناس بتربط القيمة، إحساس القيمة الذاتية، بالنتيجة المولدة في الخارج. يعني إذا أنا عندي توك وعملته وإجى 50 واحد، أنا بحس إحساسي بالقيمة ارتفع. إذا ما إجى حدا، أنا بحس إحساسي بالقيمة انخفض. هلأ هاي الشغلة مبينة إنها بسيطة، ولكن رح أوعدك وعد صادق، أكبر تلاعب عاطفي عم بيصير عليك بوعي أو بدون وعي هو بربطك إحساس القيمة باللي بيصير برا. ليه؟ لأنه لما تكون عندك رسالة، مش معناته كل إشي بتمشي خلفه بالرسالة رح يزبط من أول مرة، لأنه الحياة بالنهاية experiment، تجارب. رح تحط التجربة ورح تزبط أكثر، رح تحط التجربة ورح تزبط أكثر. ولكن إذا أنت رابط قيمتك بهاي الإشي، ما رح تدخل بمرحلة التعلم، مرحلة التجريب اللي هي مرحلة أساسية وضرورية لتعيش رسالتك، ورح تروح تدور على الشيء اللي بيضمن لك انك تحقق نتائج فيه حتى لو انت مش هذا الطريق تاعك. يعني رح تشوف ناس عايشين او بيشتغلوا بشركة وصلوا تايتل منيح او خلينا نسميه موقع منيح، ولكن مش هذا الطريق بدهم يكملوا فيه. هم عارفين انه في طريق مختلف لهم بدهم يبلشوا يمشوا فيه، ولكن لخوفهم انه بهداك الطريق ما يحققوا نتائج سريعه زي النتائج اللي عم بيحققوها بهذا الموقع، ما بيمشوا. شو بسموها؟ انا بخاف اخاطر، انا ما بحب المخاطره. هلا الموضوع ما له دخل بالمخاطره، لانك انت مش راح تحط 100 مليون. الموضوع له دخل بانك بتخاطر باحساس القيمه الذاتيه تاعتك، فانت خايف انك تخسر قيمتك الذاتيه في هذا الطريق، فما راح تمشي فيه. او بتكون اوريدي ماشي بالبيربس تاعك، بالرساله تاعتك، بالشغف تاعتك، وعم بتحقق وعم تنجز وعم بتطلع قيمه، ولكن بصير كل شيء جديد تعمله تربط قيمتك فيه. هذا الشيء انا بعرفه، وبعرف البريشر وبعرف الاسترس اللي بيجي فيه. بتذكر لما كنت اطلع كورسات اضلني احكي مع البنت بتسجل، كم سجل حدا اليوم، كم سجل حدا اليوم، كم سجل حدا اليوم، وكنت احس مشاعري لما يكون حدا ما سجل، او لما يكون عدد الناس اللي ما سجلوا قليل، دغري احس كاني داون او احس كاني محبط. اللي فهمته بعد شغل كبير على حالي اني انا رابط قيمتي في النتيجة اللي بتصير في العالم المادي، لذلك دائما وابدا رح اكون مستعبد، وذهني ما رح يكون في حالة تدفق او فلو او سرعة في الاداء، او اني استنى الاشياء تصير في الوقت الصح في المكان الصح، ورح اصير ادفش من مكان كنترول، من مكان خوف. واللحظة اللي بلشت تمشي لتيار الخوف، أو منسميه برسالة كن أنت نظام الخوف، أنت بعدت عن نظام التكوين الرئيسي اللي بيحرك الدنيا اللي هو نظام الحب، اللي مفروض الروح تمشي من خلالك وتأدي من خلالك. فأنت رح تبعد عن هذا الطريق ورح تبلش تمشي في تيار الخوف. ليه؟ لأنها قيمتك ارتبطت بالشيء الخارجي. هل هذا الشيء أنا حليته للأبد؟ لا، حليت خلينا نسمي 99% منه، وصلت مرحلة إني قادر أسترخي بغض النظر شو النتائج، وهنا بقدر أكون كرياتيف أكثر، بقدر أكون مبدع أكثر. ولكن هل هذا معناه إني أنا ما أهتم بالنتائج؟ لا، رح صرت أطلع على الأمور بحيادية. أوكي أنا عملت هذا الكورس، هل قد انباع منه؟ يمكن بدي أغير طريقة التسويق،
هاي المنتاليتي اللي انا بحكي لك عنها الاكسبيرمنت او التجريب، هون بدي اغير، هون بدي اعدل، هون بدي اضيف، هون ارقام هيك، هون بتصير تشوف البزنس او العمل الريادي او اي هدف بدك تحققه بعيون الحياد، ورح تبطل تخاف تطلع على النتائج زي ما هي او تحط عليها وهم الايجابيه، لا لا الامور تمام، ورح تبطل تكون محبط او تكون سلبي زياده عن اللزوم لانك رح تشوف الاشياء زي ما هي لانها انفصلت عن قيمتك. اللي بحكي لك إياه عذب أجيال، عذب طلاب اللي ربطوا قيمتهم بعلامة المدرسة، عذب أمهات اللي ربطوا قيمتهم في نتائج التربية على الإبن، عذب ناس بدهم يعملوا تغيير اللي ربطوا قيمتهم في التغيير اللي بيصير برا. لذلك لما تبلش تفصل قيمتك وتخليها مستقلة رح تشوفوا راحة ما بعدها راحة وسلام ما بعده سلام، وهنا الأداء الراقي بيطلع، هنا الإليجنس في الحياة، الرقي في الحياة، الجمال في الحياة، الجمال في الأداء. كلمة جمال غير مفهومة عند غالب الناس، كلمة جمال معناته شخص مسترخي عم بشع طاقة الروح وطاقة التدفق من خلاله. لما تكون حواليه بتحس هذا الشخص فيه إشي غريب، فيه يسر رهيب، هو بس استرخى قيمته من جواه أو لقى قيمته من داخله. السؤال اللي أكيد بتسأله، طب إيهاب شو أساوي عشان قيمتي تصير مفصولة عن العالم الخارجي؟ هذا السؤال هو بداية عملية بروسيس، مش إشي بدي التجربة السحرية التي ستغير قيمتي للأبد، لا، هي بروسيس إنك تفكفك مدخلات نظام الخوف أو الإيجو اللي بربط قيمته دائماً قد ايه معاه مصاري، قد ايه معاه أشياء من برا، وتصير تراقبها. يعني أنا بعرف إنه في أماكن معينة قيمتي مربوطة مثلاً بقد ايه بعمل مصاري هون أو نجاح هذا الشيء هون، راقب هذا الشيء، ما تحاربه، أعطيه حتى سبيس له. يعني بتذكر في مرات معينة كنت أحكي أوكي رابط قيمتي مثلاً بإن الناس شو بتحكي عني هناك، فأعطي نفسك هاي السبيس أو المساحة بوعي، وضلك ارجع لجوا وفكفك فكفك هاي الأفكار بأنك تكون واعي عليها وتعرف أنك مش تعرف أنها مش أنت، عبين ما تبلش تفهم إنه قيمتك الرئيسية ليس لها علاقة بأي تجسيد في عالم المادي، وإلها كل العلاقة أنت مين. أنت تعبير عن وعي مطلق، عن وعي إلهي بيعبر عن حاله في مكان وزمان من خلالك أنت، زي ما في شمس وهاي الشمس بنزل منها خطوط أو بنزل منها الريز تعون الشمس، الخطوط تعون الشمس، هدول الخطوط اللي بنزلوا من الشمس هم طالعين من نفس المصدر ولكن لهم فرادة بالتعبير. نفس الإشي أنت، أنت تعبير فريد عن مصدر كائن واحد، سميها الكلمة اللي بترتاح فيها. بالنهاية لما تبلش تستشف وتستشعر حالك بهاي الطريقة، بأنك تذكر حالك أنك تعبير عن شيء أسمى وأقوى، قيمتك رح تكون أكبر من أي إشي بصير برا، قيمتك رح تكون غير مهددة في نتائج حياتك، قيمتك رح تبطل مهددة بأي إشي بصير بالعالم الفيزيائي، ورح تلمس ضمانة خالدة للقيمة تاعتك. هون نفسك بتستريح وبتبلش تتوجه تلقائياً باتجاه الرسالة والتعبير الصادق والتعبير الحر والتعبير الانسيابي والتعبير الأنيق والتعبير الجميل في الحياة. فرسالتي لك بالنهاية، انتبه، اتوعى انك تفصل قيمتك عن اي نتائج بتحصل برا، وشكراً. شكراً لك انك كملت هذا الفيديو للآخر عشان تفهم كيف تأدي من مكان سلام ورقي. هلا برضو أنا حضرت لك هدية وهي محاضرة مجانية كاملة عشان تفهم شو معنى السلام الحقيقي، تفهم كيف تعيش روح السلام، فرح أطلب منك تروح تحضر هاي المحاضرة هلا، رح تلاقيها لينك تحت، روح احضرها ورح تشوف القيمة الهائلة رح تأخذها منها، وشكراً.